دوله الكويت عبر تاريخها المعاصر مسيره طويله في التضامن التنموي مع دول العالم باعتبار ان التنميه الشامله والمستدامه مفتاح للسلام العالمي بين الشعوب والامم دوله الكويت حققت من سياساتها التنمويه التضامنيه مكانه مرموقه في الساحه الدوليه باعتبار سجلها في التعاون الدولي حضرة صاحب السمو وأمير البلاد شيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه طوال مسيرة حكمه سطر تاريخا حفلا بالإنجازات الرائعة قادها عميد الدبلوماسية وقائد العمل الإنساني لترتفع مكانة الكويت ولتحتل مكانها اللائق في المجتمع الدولي لا سيما بعدما أصبحت مكانا هاما في استضافة المؤتمرات الإقليمية والدولية من قمم خليجية وعربية ويضاف إلى جل انجازاتها المعطاء ثلاثه مؤتمرات للمانحين وانطلاقا من الدور المحوري الهام لدوله الكويت بقياده حضره صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه جاء قرار الامم المتحده بمنح سموه لقب قائد للعمل الانساني والكويت مركز للعمل الانساني. كما كرمت المنظمة الدولية للهجرة سموه رعاه الله في خطوة هي الأولى من نوعها تقديرا لجهود ومساهمات سموه في دعم العمل الإنساني وإغاثة النازحين نتيجة للحروب والكوارث الإنسانية والطبيعية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ومنذ توليه مقاليد الحكم يقود مسيرة الخير الكويتية راعيا كعهد سموه لابناء شعبه مجددا عطاءه للكويت سائرا على بركه الله مقتديا بهدي القران الكريم لقد كانت دوله الكويت وما زالت وستبقى سباقه دائما لمساعده المحتاجين حول العالم فالتقارير العالميه وضعتها في طليعه الدول في تقديم المساعدات الانسانيه فهي تعتبر أحد كبار المانحين في مجال العمل الخيري، فلقد أطلقت الكويت في الأعوام القليلة الماضية عدة مبادرات لمحاربة الفقر والجوع، كان أولها تأسيس صندوق الحياة الكريمة برأس مال قدره 100 مليون دولار، إذ يقدم هذا الصندوق مساعداته لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية وعدم توافر المحاصيل الضرورية لتحقيق الأمن الغذائي في الدول الفقيرة، حيث استفاد من هذا الصندوق حتى الان اكثر من 22 دوله فمنذ 55 عاما والصندوق الكويتي للتنميه الاقتصاديه العربيه مطلع بالعمل المتواصل لمساعده المجتمع الدولي في مساعيه لمكافحه الفقر وتجسد ذلك في دعم المشاريع الانمائيه في اكثر من 104 دول ناميه حول العالم بالاضافه الى المساهمات الطوعيه التي يتم تقديمها بشكل سنوي كثير من المؤسسات الإقليمية والدولية العاملة في المجالين التنموي والإنساني فلقد ساهمت دولة الكويت بمبلغ وقدره 300 مليون دولار لصندوق التضامن الإسلامي الذي يديره البنك الإسلامي للتنمية للقضاء على الفقر في إفريقيا بالإضافة إلى إسهامها في العديد من المبادرات التنموية على المستويين الإقليمي والدولي الرامية لمساعدة الدول النامية على تحقيق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.